هنا البنات ديال بنات العوني، مرحبا والف مرحبا، تبارك الله وما شاء الله، شوفوا واش جاها من دار باها. كتشاهدوا ان شاء الله تبارك الله ما شاء الله، الله يثبت الغرس المالين العرس ويجعلهم كل شيء بارك مسعود. وهذا هو البتات ديال البنات المثبتات المحصنات العبديات الحرات الغرات، كيجيها من عند باها والله يكمل لها بخير ودخل بالرباح وبالصلاح وبالفلاح وبالوليدات وبالرزق ان شاء الله. تحيه لها وتحيه الكبيره لعائلتها، اولاد ومحمد وولد زهره كاملين. الولد هذا هاي مولوع بالبتاتات، الله يكمل على وليداتك حتى بخير. هنا ان شاء الله التقليه كيف ما كتشاهدوا. كنرشوا بواحد شويه الكمون من الفوق، المراه هي على مزيناتها. هنا ان شاء الله الشكل النهائي ديال الدجاج ديالنا كيف ما كتشاهدوا، تحرك البرد الحمد لله والشكر لله. هادي الشيء الله يلا تحرك البرد، اول راه تطبنا التقليه راه طابت، كل شيء راه طاب الحمد لله. هادو شي ناس حاطين لهم الكسكسو وحاطين لهم التقليه وغنحطوا لهم الدجاج وغنحطوا لهم اللحم. بالنسبه للتقليه راه تستاهل الكمون والزيت العود، الكمون والزيت العود ومطيش الحكه، ما كنديرش مطيشه خضراء وما كنديرش البصله في التقليه ابدا، غير الثومه والحامض المصير والقزبر يابس، تحميره، سكنجبير، شويه الخرقوم عرق، والقزبر المعدنوس كنكثر فيها القزبر اللي كتبغي القزبر سيرتو القزبر يابس صافي. والزيت العود هو حتى الاخر والملح طبيعه الملح. ها شوفوا كيف جات ان شاء الله وتابعونا. هنا اللحم ديالنا ان شاء الله كيف جا، الله ييسر الامور والله يثبت الغرس. حنا غادي دابا بالسيرفيس ديال الخدمه هانتوما، الله يجعل كل شيء بارك مسعود للولاد بوانا وييسر لهم الامور، وكل شيء راه من فوق الفاخر. وتحيه لنور الدين وتحيه لنور الدين وتحيه لنور الدين، وهذا هو نور الدين، مرحبا بك نور الدين، الله يحفظك اوليدي والله يحفظك ومرحبا بك وديال الكبيرة، وتبارك الله على بريشة وتبارك الله على بريشة وعلى قصصو ومرحبا بك.
وتحيه للحشاجده وتحيه للحشاجده، الله يحفظكم ويضمنكم ويعلي شانكم ويوقف علامكم ويزين مقامكم، والله يجعلكم الفوق الفوق كي النجمه العلات والقمره لضوات الشمس شرقات الشمعة شعلات، والله يجعل داركم ديما عامره بالخير، الله يجعل عرسكم ديما واقفين والتيسي راكم كديروا واحد الخير وخير كبير، راه ما كديروش عرس، راه كديروا واحد الصدقه اللي هي كتجمعوا فيها الحباب، كاين اللي شحال ما بقاش شاف بعضياته في هذه المناسبات ديالكم كيتجمعوا، وراه حتى اللي ما حضرش كيشوف هذه الفيديوهات وكيفرح وكينسب ليكم، وتحيه للمغاربه كاملين في جميع بقاع العالم، مرحبا بنا عندكم في الحشاجده، راكم خوتنا ووالدينا وهنا وحبابنا. الله ينصر سيدنا. الله ينصر سيدنا وعاش الملك. تبارك الله على مولاي. تبارك الله على مولاي السلطان. تبارك الله على مولاي السلطان. تحديد الله راه عاش محمود. زينة. وتحيه للحشاجده وتحيه للحشاجده وتحيه لحبابي وتحيه لنسابي وتحيه لخوتي وراني ولد الدوار وعودي هو طويل وتحيه للبالفاسي وتحيه للحباب تحيه للاخوان وراه كل واحد فيكم كل واحد فيهم كيجيب القصعه ويجيب الهديه ونفرحوا به وبوليداته ان شاء الله والله يثبت الغرس المالي العرس ويجعل كل شيء مبارك مسعود مرحبا والف مرحبا بالجميع وتحيه لليجون ديال الحشاجده هذا العام العام جاي غيصب الشتا ان شاء الله واحد واحد وانا حال تندوزكم واحد واحد ونفرح بكم ان شاء الله وليدي الله يسركم الله يسر تبارك الله على لاجودان وتا فين درابو I'm
تبارك الله على سي عزيز. مرحبا بكم معنا في الحشاشلة. هلا خويا مرحبا بكم في الحشاشلة معنا. تبارك الله سي عزيز ولد خالي هذا بقى نومتو. ولد حفيدي بقى نومتو. ان شاء الله. قيسي حتى. اي نعم هذا العام. ولد حبيبتي هذا راه ولد حفيدي ولد حبيبتي. حبيبتي الدوار. كل شيء على الوزير. الله يحفظك. الله يحفظك. تحية لحبيبتي ومرتي عبد الرحيم وحبيبتي الدوار كامل. هذا با ميلود عندو تلسينا عندو كل خير. هذا راه نسيبنا سي ميلود لوس بنت خويا تحية ليه. الله يحفظك نفرحوا بوليداتو ان شاء الله. ان شاء الله بوليداتو الله يبارك فيك. كل شيء على البنتار. هذا هو الاغلى عزيز عندي انا. هذا هو الاغلى عزيز عندي انا.